معاكم عيد عبد الهادي مستشارك العقاري صاحب شركة إيدكول للعقارات. الشركة متخصصة في بيع وشراء الأراضي والمصانع والحزم لها. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب. إيدكول للعقارات أفضل الاختيارات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم طاحية مصر، واللي بنستعرض فيه اهم الشخصيات في مجال الفن والسياسه والاقتصاد والقطاع العقاري. ودايما مشرفنا في حلقتنا الباشمهندس عيد عبد الهادي مستشارك العقاري ورئيس مجلس اداره شركه ايدكو للعقارات. نورتنا يا باشمهندس. الله يكرمك يا استاذ عصام. اولا كل سنه وانت طيب، بمناسبه النهارده اول شعبان وفال كويس، يعني النهارده اول طيب. شعبان يعني ابتدى حلقتنا النهارده في اول يوم في شعبان، ان شاء الله مكملين على طول. ده احنا برضه يا استاذ عصام عندنا اول يوم في رمضان، ولا اهم من كده كل سنه وانت طيبه لامهات مصر كلها. تمام. ولبابا وماما كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا صعايده مش هنقول بابا وماما يا فندم. هي جت كده لابويا وامي. تمام. كل سنه وانتم طيبين وامهات مصر كلها بخير وصحه وسلام، وربنا يبلغنا رمضان ان شاء الله بخير يا رب. واحنا حاليا كل سنه وانتم طيبين برضو بمناسبه اول يوم في شعبان. كل عام والشعب المصري بخير يا باشمهندس وحضرتك. وانت طيب بخير. وانت بخير النهارده يا باشمهندس. هنتكلم طبعا عن حلقتنا النهارده عن قرعه 2016 طريق مصر الفيوم. كنا عايزين نعرف اي ابرز ملامحها واهم المميزات في القرعه دي. طبعا احنا زي ما قلت لحضرتك يا استاذ عصام، احنا بنشتغل على ارض الواقع. تمام. يعني قبل ما باجي اشوف مثلا موضوع او ارض او مكان، بروح على ارض الواقع علشان الجمهور يشوف ايه المرافق والشغل وصل لفين، وبنتواصل برضو مع المسؤولين في كل، يعني قبل ما بنعمل اي حاجه بنتواصل مع المسؤولين. هي طبعا قرعه 2016 نزلت، اسمها قرعه 2016 التكمليه. تمام. نزلت مسلسل واحد واثنين وثلاثه، دول على طريق الفيوم. تمام. طبعا انت عارف حضرتك طريق الفيوم في تطور من اول المتحف المصري وميدان الرمايه والاهرامات في وشك الناحيه الثانيه. منطقه كلها سياحيه وثقافيه. منطقه سياحيه، ده كمان في مدينه سان كابيتال دي. تمام. العاصمه السياحيه لمصر كلها، وكنا اتكلمنا. تمام. قبل كده في حلقات. تمام. عن مميزاتها. المكان ده هم اراضي مش كتيره، هم المسلسلات كلهم في 2016 2017، وبرضه احنا ان شاء الله الحلقه الجايه برضه احنا المره دي صورنا 2016 قرعه 2016. تمام. الحلقه الجايه ان شاء الله هيكون قرعه 2017. تمام. هي احنا رحنا شفنا طبعا اللي هيتعرف. هو في حضرتك طبعا جبت لنا فيديوهات هنا للقرعه دي، الساده الزملاء هيعرضوها دلوقتي على الشاشه. كنا عايزين نعرف ايه اهم العروض اللي فيها. هو طبعا الاراضي نزلت في 2016 بحوالي 2200 2300 المتر. تمام. طبعا بعد كده كل قرعه بتزيد عنها شويه، لغايه دلوقتي احنا وصلنا اخر حاجه في اكتوبر الجديده. طبعا اكتوبر الجديده مكانها عند المطار. تمام. دي في مدخل اكتوبر، يعني في فرق في المكان. المهم اخر حاجه نزلت في اكتوبر ب 4000، فكانت نازله بسعر مخفض شويه. المكان دلوقتي فيه، يعني هنشوف برضو ان شاء الله الفيديو. الواقع الفيديو جاهز معانا على الهواء يا باشمهندس. تمام. خلي الصوت تمام يا استاذ علي. علي ابني طبعا لسه بندرب. احنا دلوقتي موجودين في مسلسل 3 التكميلي قرعه 2016. طبعا الاستلام، الناس استلمت الارض، وزي ما انتم شايفين اهو ادي الارقام مدقوقه، وادي الميه. وشالوا الأتربة وسووا الأرض، والأرض جاهزة للمباني، وفي ناس هتبدأ تطلع رخص وتبدأ تبني. وزي ما انتم شايفين الكمباوند الصحفيين شطب وشغالين فيه. يعني إن شاء الله بإذن الله خلال الشهرين ثلاثة اللي جايين يكون فيه مباني هنا، والأوفرات بقت بتبدأ من المليون وربع على كل قطعة حسب إيه
مساحتها وحسب تميزها، وهنشرح لكم بقية يعني، وهنصور لكم إن شاء الله بقية المسلسلات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باش مهندس، احنا شفنا بسم الله ما شاء الله حضرتك راجل نشيط طبعا، وبتنزل تصور على ارض الواقع، بتقولش الكلام كده انشا وخلاص، بتنزل على ارض الواقع العملي وبتصور كده. احنا شفنا الفيديو في مرافق موجوده وفي شغل عالي، حضرتك يعني انت شايف اهم الانجازات ايه اللي في الفيديو؟ هو طبعا يعني احنا بنصور اللي فيه ميه وفيه كهرباء وفيه طرق. تمام. الميه والكهرباء والطرق خلاص يعني في مداخله معانا. في مداخله معانا. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ عصام. استاذ جمال مشرفني يا استاذ جمال، اهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا، منورني ومشرفني والله يا استاذنا. الله يكرمك يا باشا، ده انتوا اللي الله يكرمك. استاذ جمال عبد الله مدير عام شركه ادكو العقارات، الشركه طبعا مشرفانا في البرنامج وطبعا بتمدنا بكل جديد. الله يكرمك يا باشا. كنا عايزين يا فندم يا استاذ جمال نعرف يعني اهم مميزات قرعه 2016 طريق الفيوم. طبعا بالنسبه لقرعه 2016 دي اراضي مميزه، المساحات بتبدا من 400 متر تمام لغايه 650 متر وال 700 متر تمام، مساحات مجزأه تمام. دي اراضي بتديني بدروم وارض واول وثاني وروف، مسموح للدور بشقتين او الدور شقه. طبعا المكان بتاعها مكان سياح. تمام. الاسعار كام يا باشمهندس جمال؟ اتفضل. الاسعار في القرعه دي، الاسعار المتر في الاوفرات ولا اسعار الارض نازله من لا يعني دي. الاسعار اللي الناس دلوقتي تشتري بيها، نشتري بيها يعني متوسط الاسعار بيبدا الاسعار من 1,100,000 حسب التميز. لو طرق رئيسيه بتفرق، بتوصل لمليون ونص. تمام. النواصي برضه بتوصل لمليون و300 كده يعني. تمام. باشمهندس عيد بيسلم على حضرتك طبعا، اتفضل يا باشمهندس. كل سنه وانت طيب يا خالي، مناسبة الشعبان. الله يكرمك. طيب الاسلاميه عاوزين بس قول لنا ايه اللي معروض عندك في مثلا في المسلسلات في الشماليه، احنا برضو عاوزين المستثمرين يستفادوا من الاراضي اللي موجوده. بنتكلم بالنسبه للتوسعات الشماليه، التوسعات الشماليه دي فيها مساحات من 400 متر برضه لغايه 800 متر، وعندنا اسعار بتبدا من 2 مليون لغايه 4 مليون لو هي على البورصه مباشر. معانا قطعه 600 متر على البورصه مباشر، ما يتكلم في 3,800 ومدفوع لها 3 اقساط ومحفور. والمسلسلات برضه معانا اراضي في التكميليه اللي هي الخمسة دي جنب مونتن فيو وسودت، معانا قطعة ثاني نمرة من البلوفار بمليون و600، ومعانا على البلوفار ب2 مليون، ومعانا داخلي بمليون ونص. تمام. يعني كده البيت الوطن والتكملية والشمالية. والشمالية والتكملية، ومعانا برضو جميع القرعات 2016 و2017 والسوبر الجديدة وحدائق اكتوبر، واحنا طبعا متخصصين في الاراضي والمصانع، بنعمل دراسه جدول لاي عميل جاي يشتري، بنعمل له دراسه جدول ان هو محتاج يستثمر او هيسكن، وبنختار له المكان اللي هو عايزه. تمام. بنعمل دراسه جدول اي حاجه باي عميل جاي يشتري. تمام. استاذ جمال عبد الله، احنا يعني عاجزين عن الشكر لنشاط شركه ادكو العقارات. الله يكرمك. ويا فندم احنا طبعا يعني الساده المواطنين اللي عايز يستثمر طبعا في مدينه 6 اكتوبر عليه التوجه لشركه ادكو العقارات، لانها المكان الامر للاستثمار الصح. الله يكرمك. متشكرين جدا يا استاذ جمال. شاكر ليك جدا لحضرتك. شكرا. باشمهندس عيد، طبعا في شكر جالنا طبعا في العقد الماضيه بخصوص شركه ادكو العقارات انها المكان الامن للاستثمار العقاري. ايه دوركم كشركه في قرعه مثلا 2016 و17؟ بتقدموا خدمه ايه اللي بتقدموها للعميل وكده عشان يتعامل؟ هو احنا طبعا يعني شركه تسويق عقاري، شغالين في الاراضي فقط لا، فالعميل بيبقى عاوز يشتري، عاوز يستثمر، عاوز يسكن، عاوز ارض مثلا يبنيها، بيبقوا في مجموعه مثلا مع بعضها عاوزه بدل شقه 3-4 شقق، فبنوفر لهم الاراضي. يعني احنا شغلنا نوفر لهم الاراضي، وبرضه لو في عميل عاوز يبيع الارض بتاعته بيتصل بينا.
تمام. يعني بنبيع ونشتري. حضرتك برضو جاي في فيديو تاني برضو كده هنشوفه بعد الفاصل اللي برضو برضو لورعه 2016 طريق مصر الفيوم. ما احنا كده شرحنا وجبنا الفيديو بتاع مسلسل 3. تمام. في مسلسل 2 حضرتك جايب لنا فيديو بيه هنعرضه ان شاء الله بعد الفاصل مع الاستاذ. بدات في المباني. الناس بنت في اكتر من 10 عماير موجودين مبنيين، فاللي ياخد يشتري الارض يبدا يبني على طول، ما فيش عنده مشكله، ويبدا يبيع شقق. يعني الحركه بدات هنا. طب مسموح بالبيع يا باشمهندس؟ مسموح بالبيع في المنطقه دي؟ ما هي دي اراضي مميزه. لان احنا شغلنا الاساسي الاراضي المميزه اللي هي فيها بيع وشراء. طب انا هبيع بقى، لازم ان انا مثلا اروح جهاز مدينه 6 اكتوبر ان انا اتنازل، ولا لازم اروح وزاره الاسكان، ولا اروح الشهر العقاري، اروح فين عشان ابيع؟ مثلا انا مثلا وقت عايز ابيع الحته بتاعت الارض بتاعتي لاي عميل واكسب فيها. تمام. كمشروع تجاري اعمل ايه؟ هو اولا العميل بيتصل بينا. تمام. احنا بناخد بيانات الارض، بنراجع عندنا، بيبقى عندنا يعني بيانات. اغلبيه شغلنا الحمد لله لما احنا قدام في السوق. تمام. بيبقى يعني 90% معارف بالنسبة للعميل اللي بيتصل، بنبقى عارفينه. تمام. طيب عارفينه أو مش عارفينه دي حاجة ما لهاش أي دخل بالشغل. بنبدأ نشوف الورق، بنبدأ نشوف يبعت لنا صور الورق أو يجي لنا. بعد كده بنبدأ إحنا نروح الجهاز العميل يعني البيع والمشتري. بنروح الصبح الجهاز نكشف على الأرض، تمام، ما فيش عليها أي مشكلة، ما فيش عليها وقفة عامل. بنيجي المفروض بنيجي يقدم على شهادة اللي إحنا قلنا ما لهاش أي فايدة. ايوه. علشان يروح يودي للشهر العقاري ويقول له دي ارض مميزه وكده كده. والبيع بيتم في الجهاز يا فندم ولا في الشهر العقاري؟ لا ولا في الاثنين؟ لا، هو دلوقتي اللي بيحصل اللي هو ما فيش تنازل. الجهاز بيقول لك عشان تعمل تنازل الارض تبقى باسمك في الجهاز. تمام. لازم تكون بدروم وارض ومشطب خارجي، وحده صالحه للسكن، على اساس تقدر تتنقل ويبقى التوكيلات ملغيه. طيب هو البيع بيتم بتوكيل، التوكيل في البيع والتنازل لنفس الغير والرخص وكل حاجة. لما يبني البدروم والأرض يروح يعمل تنازل عليها بالتوكيل اللي معاه، ما بيحتاجش الملك. تمام. باشمهندس سعيد، احنا هنطلع فاصل ونكمل مع حضرتك تاني. أعزائي المشاهدين، هنخرج فاصل ونعود ونستكمل حلقتنا مرة تانية. معاكم عيد عبد الهادي مستشارك العقاري، صاحب شركة إيدكو للعقارات. الشركة متخصصة في بيع وشراء الأراضي والمصانع والحزم لها. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب. إيدكو للعقارات، أفضل الاختيارات. احنا دلوقتي بنصور المسلسلات، وده مسلسل 2 قرعة 2016 التكميلية المميزة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده ادي طريق الفيوم. وادي مسلسل 2. طبعا المية والصرف والمجاري موجودة، وفي مباني، في اكتر من يعني اكتر من 5-6 عماير مبنيين. وزي ما انتم شايفين اهو كل حاجه موجوده. عامه في ناس بنت، خلاص الدنيا اتظبطت كده. وزي ما انتم شايفين كده ادي الطرق واعمده الكهرباء وكل تمام. الاوفرات هنا برضو نفس الموضوع، بتبدا من حوالي 1,100,000 1,200,000 حسب القطعة، بيبقى باقي عليها 3 اصال. هو برضو زي ما احنا قلنا الاراضي قلت جدا هنا والدنيا بدأت تشتغل، فما فيش بديل غير حدايق اكتوبر واكتوبر الجديدة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل حوارنا الشيق مع المهندس سعيد عبد الهادي رئيس مجلس إدارة شركة إدكو العقارات ومستشارك العقار. منورنا يا باشمهندس. الله يكرمك. بسم الله ما شاء الله، يعني التصوير رائع والفيديو جميل جدا ويستعرض أرض الواقع، يعني المشاريع اللي تقوم بها الدولة المصرية. كنا عايزين نعرف، في سؤال جالنا كتير في الحلقة، في أراضي جديدة نازلة اليومين دول، يعني الناس بتسأل برضو. في فعلا إن شاء الله خلال الشهر اللي جاي في أراضي نازلة. فين يا فندم؟ هو احتمال أكيد هتكون أكتوبر الجديدة. اكتوبر الجديد، لان احنا عندنا دلوقتي ما فيش داخل اكتوبر، يعني الاراضي خلاص قلت او ما شبه ما فيش، يعني اكتوبر يعني مش عايز اقول القديم، يعني اكتوبر الاصليه عادت مقفوله بالاخر. خلاص المستثمرين كلها المنطقه، كل الشغل في اكتوبر الجديده وحديقه اكتوبر الجديده. الشغل كله وابتاون المنطقه بقى اللي هي اكتوبر الجديده. طب هل فيها باشمهندس اسعار معينه مثلا هيتم طرح الاراضي عليها مثلا؟ هيبقى عارف، عندك معلومه عن السعر مثلا؟ هو الاسعار والمساحات، المساحات معروفه من 400 ل 800. تمام. والاسعار هتعدل، يعني هتبدا من 4000 المتر ب 4000. طب ده يختلف يا باشمهندس مثلا المنطقه مثلا جوه او على الشارع؟ يعني مثلا انا بشوف مثلا كتل الاراضي كده مثلا، اكيد المتر بيختلف فيها من جوه لبره. هو في نسبه تميز، هي بتختلف. تمام. في ايه؟ ال 4000 دي مثلا ده سعر ثابت اقل قطعه الواجهه. تمام. طيب اوكي، بعد كده في شارع كبير بيدي تميز مثلا 10%. طيب في شارع ونصيه. لا انا اقصد انت قلت لي 4000، هل 4000 ده على النصيه ولا 4000 ده جوه؟ ما بتزيد، ما هو هي بتزيد ازاي؟ يعني دلوقتي نسبه التميز بتوصل 20%، 20% من ال 4000، يعني ممكن تزيد القطعة، ممكن توصل مثلا 5000 او 6000 ممكن توصل. لا التميز ممكن يوصل لاربعة، توصل 4.5، 4300، 4200 حسب نسبة التميز، لان بتبقى في نسبة تميز عالية ناصية وعلى شارع رئيسي وعلى جنيه. عن اللي جوه، على اللي جوه. طب مساحة البنا كام بقى يا باشمهندس؟ يعني المباني، المباني انا خدت قاعدة كده 50% متوسط. 50%. والباقي ده بيبقى مثلا حدائق يعني ولا شوارع ولا ايه؟ بدروم وارضي وثلاثه ورف، والباقي بيبقى داخل جناين ردود. تمام. وكمان في كمان حاجه، قرارات نزلت جديده لسه في القانون الجديد، طبعا لسه ما حدش درسها او كده. تمام. او خد فكره عنه، اللي هم دلوقتي علشان الامطار اللي حصلت قبل كده عاوزين يلغوا البدروم ويخلوه يدوه دور فوق الروف. يعني بدل ما ارضي مثلا ارضي. طب والجراشه يا باشمهندس؟ تمام. مثلا انا عايز اعمل مثلا تحت بيتي جراشه احط فيها عربيه، يدي لك تصريح اللي انت تعمل في الردود. الردود ما انت عندك بيبقى فيه حوالي 2.5 متر اقل حاجه هنا و2 متر ونص هنا. وفي اماكن فيها 3 متر و3 متر، فهيسيب الردود. طب الكلام ده هيطبق امتى يعني ولا لسه مجرد؟ هو لسه صراحة. القانون دوتي يعني ايه، لسه يعني لسه بيدرسوه. بس طبعا احنا علشان شغالين ومركزين في شغله العقارات. ده عارف عندي 20 سنه خبره في مجال القطاع العقاري في 6 اكتوبر، اكيد ملمين بكل صغيره وكبيره في القطاع يعني. واحد دي شغلتنا الاساسيه يا استاذ. تمام. طيب انا عايز اسال دلوقتي سؤال، انا دلوقتي مثلا اشتريت مثلا قطعه ارض، هل يحق لي ان انا ابني يعني ابيعها بعد ما ابنيها، ولا لازم بعد ما ولا قبل ما ابنيها؟ لا هو البيع والشراء في الاراضي المميزه ما فيش فيه مشكله خالص. انت بتاخد بتوكيل وبتشتري، وبعد ما بتخلص المباني بتروح تحولها باسمك. يعني ما ينفعش ان انا ابيع قبل ما ابني؟ لا. انا دلوقتي اشتركت ارض مميزه. قصدك تتنازل في الجهاز؟ لا، ما الجهاز ما بيرضاش يعمل تنازل غير بعد ما تبني بدروم ارضي. يعني لا بيع بدون بنايه من الاخر. ايوه. لا، ما علشان برضو ما حدش يفهم اللي ما فيش بيع. لا، في توكيلات بيع وشراء بتوكيل عادي لغايه. لا، انا بتكلم دلوقتي، انا خدت قطعه ارض. تمام. وبعدين انا دلوقتي جالي فيها سعر كويس، ابيعها عادي وعايز ابيعها، ابيعها لازم الاول ان انا ابنيها مثلا اللي هو الدور ثلاث ادوار ده وابيعها، ولا ممكن ابيعها من غير ما ابني؟ لا تبيع عادي في مصرح بقى البيع والشراء. البيع بقى عن طريق الجهاز ولا عن طريق الشهر العقاري؟ الشهر العقاري بتعمل توكيل، والتوكيل بتتنازل عنه بعد كده، بتعمل كل اجراءاتك بالتوكيل. تمام. طيب ايه دور الشهر العقاري بقى؟ ايه دور الجهاز في موضوع البيع؟ ما لازم انا برضو اروح للجهاز عشان اسجلها عندي في الجهاز. ما احنا حضرتك لما بنيجي نعمل اي اجراء لازم بنروح الجهاز نشوف الارض عليها وقف التعامل، عليها مشكله، عليها اقساط، عليها ايه، نعرف كل حاجه من الجهاز. بس الجهاز بتطمن من الجهاز، بعد ما بتبني البدروم الارضي تروح تحولها باسمك. في فرق بين
اللي بينوب عنه بتوكيل وبيبيع عنه بتوكيل، وفي فرق لما تتحول باسمه. تمام. التحول باسمه بتبقى يعني بتطمن خلاص. طب ايه دور شركه ايدكو بقى في الموضوع ده؟ انتوا كشركه مثلا يعني من اكبر، يمكن يعني نكون اكبر شركه عقاريه في 6 اكتوبر. لا دي حقيقه يا باشمهندس وبشهاده الجميع يعني. ايه دور كنتوا بقى في الموضوع البيع والشراء ده في الاراضي؟ احنا طبعا بنوفر الارض للعميل. تمام. البيع والمشتري، بنشوف الاوراق، بنروح الجهاز بنكشف عنها. تمام. بنبدا بقى نمشي في اجراءات التوكيل، والتوكيل ليه صيغه معينه طبعا كل الناس عارفاها. وبرضو احب اضيف ان اي قطعة ارض بتتباع يا جماعة لازم يكون مكتوب فيها الارض وما عليها من مباني. كلمة الارض وما عليها من مباني، لان حضرتك لما تيجي تعمل تنازل الارض يبقى عليها مباني، فلازم يكون الكلمة دي موجودة علشان ما تحتاجش الملك تاني. لان عشان حق يعني مثلا ممكن يكون مثلا في نزاع بعد كده. لا ما فيش نزاع، احنا عندنا في اكتوبر ما فيش اي مشكله نهائي الحمد لله، ولا في اي حاجه، لان شغلنا كله تبع الجهاز. تمام. بس حضرتك لما يبقى مكتوب عليها الارض وما عليها من مباني، لو جه بالتوكيل يبقى شقه. تمام. ممكن تكون فاضيه يا باشمهندس يعني. ما هي فاضيه. لو فاضيه برضو اكتب وما عليها مباني. ايوه ما هو هيبني. ما هو مش عليها مباني اساسا. ما هو هيبني. هو هيبني. تمام. هياخد الارض يعمل بها ايه؟ هيبنيها. طيب لما يجي يبيع شقه هيروح الشهر العقاري يقول له الارض انت دي ارض فاضيه، التوكيل عندي مكتوب ارض فاضيه، تبيع ازاي شقه؟ فلما يبقى وما عليها من مباني، اللي عليها شقق ومباني وروف كل حاجه تتباع كده ضمان حق ليه يعني. ضمان حق. طيب. على اساس ما يحتاجوش يجي تاني يعمل له كلمه تنازل على الارض وعلى المباني والحاجات دي. هي اختصارا للاجراءات. مش هتقعد ارض فاضيه طول عمرها، هي هتتبني. طيب ايه اهم الاراضي اللي عندكم في الشركه، في شركه ايدكو؟ انا مثلا وقتي مواطن وعايز استثمر فلوس وراجع من بره وعايز استثمر فلوس، انت تنصحني بايه كشركه؟ تقول لي مثلا عندي حته ارض في الحته الفلانيه، يعني ايه الاراضي اللي عندكم بتتم طرحها للبيع وكده؟ يعني حضرتك عند الميزانيات دي ما كل يعني مثلا تبدا مليون، ما هو كل حاجه مليون. هنبدا من مليون، يبقى احنا كده هنخش على اكتوبر الجديده وحدائق اكتوبر، بالذات حدائق اكتوبر عشان هي العمرانه وشغاله كويس. واكتوبر الجديد. لا انا بتكلم على قطع الاراضي اللي عندكم، المساحات المعروضه. احنا عندنا اول حاجه قول لي مثلا عندي مثلا 10 قطع في الحته الفلانيه وبسعر كذا، عشان برضو الناس تعرف برضو ايه دور الشركه. عندنا يعني المليون. خلينا في المليون. تمام. في عندنا منطقه اب تاون. تمام. اللي هي منطقه الفلل والقصور، المساحات 600 متر، في اكتر من قطعه، طبعا كل قطعه لها تميز. تمام. عندنا اكتوبر الجديده المتر نزل ب 4000. تمام. وبياخدوا اوفر مثلا 50 60 الف 100 الف حسب القطعه. تمام. عندنا حدائق اكتوبر. المتر بقى نزل ب 3000 والمتر، وبيبقى اوفر مثلا 200 300 ومدفوع حوالي 350. فالمليون في الحدود دي حدائق اكتوبر. يعني المليون يجيب لك قطعه ارض مساحتها قد ايه؟ هتجيب لك يجيب لك قطعه ارض تبدا من 400 متر والبنايه فيها على 200 متر. المباني 50%. عاوز طب تعمل. انا وقت عايز اسال، انا ببني على طول ولا بستنى اجراءات معينه؟ انت بتطلع رخصه اول ما تستلم الارض. رخصه من الجهاز. من الجهاز، كل شغلك وتعاملك مع الجهاز. يعني الاراضي اللي انا هشتري، الارض اللي هشتريها دي قابله للبناء في اي وقت؟ في اي وقت. بيبقى معاك مهله 3 سنين، خلال الثلاث سنين لازم تبني. خلال الثلاث سنين. لازم تبني خلال الثلاث سنين. ولو بعد كده. طب لو افترضنا ان انا مثلا خلال الثلاث سنين دول ما بنتش لاي ظرف طارئ، ايه اللي ممكن يحصل؟ هل الجهاز ممكن يسحبها؟ ما هو بيحصل ايه؟ اللي حضرتك بيكونوا مثلا اكتر مثلا من 100 قطعه 200 قطعه لسه ما تبنوش. بيجي مدينهم مهله تاني. يعني مثلا انت كده سنه اضافيه، مهله سنه. تيجي بقى اللي مؤاخذه في الكلمه تبني فيها، تبني البدروم والارض على الاقل وتسلم الجهاز. عشان يقتنع ان انا بنيت. على اساس كده ما يبعتلكش انذارات سحب او كده. لا في انذار. قول لي ايه موضوع الانذارات ده؟ مش فاهم بقى. ما هو هل مثلا قبل الثلاث سنين بيديني انذار؟ لا بعد الثلاث سنين. بعد ثلاث سنين. لو هما الجهاز دخل المرافق وكل حاجه تمام وعندك الميه والكهرباء والرصيف. تمام. يبدا يحاسبك ويقول لك. احنا وقت حلقتنا للاسف انتهى يا باشمهندس، وكان وقت لازم احنا متعودين المشاهدين طبعا بنقول لهم الحلقه الجايه هنعرض لهم ايه. انت شوف حضرتك محضر لنا ان شاء الله الحلقه الجايه. ان شاء الله قرعه 2017.
فين يا فندم؟ برضه في نفس منطقه طريق مصر الفيوم. طريق مصر الفيوم النهارده كان 2016 الشرح حاجه. ما انا ما قدرتش يعني الحلقه مش هتقدر تكمل بقيه. احنا متشكرين جدا يا باشمهندس وشرفتنا، وكل سنه طيب بنسبه اول شعبان. وانت طيب والامه الاسلاميه بخير يا فندم. والامه الاسلاميه وعيد الام. وعيد الام وكل عام والشعب مصر كله بخير وبخير وصحه وسلامه. الله يكرمك، شرفتنا يا باشمهندس. الله يخليك. اعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا من برنامجكم طاحيه مصر، والى اللقاء في الحلقات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طاحيه مصر، طاحيه مصر، طاحيه مصر.